دامين انشقاق الضابط عدي هشوم وتسليمه الى اهله في قلعه المضيق بتاريخ 16/12/2012. اخوي عدي ممكن سؤال؟ شعورك وانت تارك العصابه الاسديه وانضمامك الى اهلك السوار في سوريا الجريحه؟ انا شعرت استناه من زمان كثير اني اوصل الامور هاي، بس نتيجه السجن مده طويله بالسجن حرمتني من هذا الشعور الرائع ممكن اوصفه خالص. نشكرك كثير والحمد لله على السلامة. كتائب الفاروق كتيبة الشهيد خالد نصرة، تم تأمين انشقاق الضابط عدي الهاشم وتسليمه إلى أهلي والحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.